السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة جونيور 6، إن شاء الله النهاردة هناخد ليسون بروبورشنال ديفيجن إن شاء الله، يعني ورقة وقلم كده بقى وتابع معايا إن شاء الله خير وتستفاد بإذن الله النهاردة. يلا بينا. أول حاجة عندنا يا جماعة هو التايتل بتاعنا اللي هو بروبورشنال ديفيجن، تمام؟ أو ده موضوع الليسون بتاعنا، بروبورشنال ديفيجن. يعني إيه بروبورشنال ديفيجن؟ كلمة proportional division معناها تقسيم بنسبة معينة. يعني ما قلناش بقى صغارين، لما اجي اقول لك مثلا ال 20 ديت عايزين نقسمها على 2 divide by 2 فتقوم قايل لي 10، كل واحد ياخد 10. ده كده انت حضرتك عملت تقسيم، قسمت على فردين بس بايه؟ بنسبة 1 ل 1، يعني نسبة مالها؟ نسبة يعني الاثنين ايكوال مع بعض، الاثنين متساويين. لكن انا دلوقتي هقول لك لا، انا اقسم لي ال 20 ديت بنسبة ايه؟ بنسبة مثلا 1 ل 4، يعني واحد ياخد 1 جزء واحد والتاني ياخد ايه؟ 4 مثلا، اربع اجزاء او اربع اضعافه، كويس كده؟ فممكن اقسم ال 20 ازاي؟ يبقى ال 20 هقسمها، الاولاني ده هياخد 4 والتاني ده هياخد 16. فاهمين ازاي؟ اهو ال 16 ده اربع مرات مين؟ الفور. على سبيل المثال يعني بفهمك كويس كده، يعني اللي هو قريب قوي الليسون دوت للابلكيشن اون ريشوز اللي اخدناه في يونت 1. طيب يعني ايه بروبورشن ديفيجن الاول؟ طب هي ديفايدنج ثينجز، بنقسم الاشياء زي الماني زي اللاند زي الاراضي مثلا with a given ratio، بنسبه معطاه. يعني انا بقسم حاجه بس بنسبه معينه، مش بقسم بالتساوي، تمام؟ وممكن اقسم بالتساوي، المهم بنسبه معينه. فاول حاجه عشان يبان المفهوم دوت، بيقول لي ديفايد 540 باوندز امونج 3 بيرسونز، يعني قسمها لي تمام كده على 3 ايه بيرسونز اهوت، على 3 اشخاص ان ريشيو 2 و3 وايه و4، تمام؟ فبكتب اول حاجه فيرست بيرسون، to second person، to third person. طيب النسبة بتاعتي 2 ل 3 ل 4، كويس قوي. هو حضرتك مش يعتبر دوت اللي هو اللي هم ال 540 باوندز ديت هم الثلاثة هياخدوهم؟ اه طبعا، يبقى اعتبر هنا صم، بكتب هنا صم زي الابلكيشن بالظبط، تعمل بلس 2 و3 و4 يدينا 9، و 540 هنا يعني بالظبط درس الريشيو اللي هو بتاع يونت A 1. كده انا عايز مين؟ الفيرست كام؟ والسكند كام؟ والثيرد كام؟ زي ما كنا بنعمل في الريشيو، يعني بقول ال 9 ازاي بقت 540؟ طبعا عملت تايمز كام؟ 60، عملت تايمز 60. يبقى ال 2 تعمل تايمز 60، وال 3 تعمل تايمز 60. طبعا 60 دي ذا فاليو اوف ذا بارت، دي قيمة الجزء، يعني ال 9 بارتس ريبريزنت 540، تسع أجزاء بيعملوا 540، يبقى each part is A أو represent A represents 60 باوندز. المهم كل هنا حاجة تعمل تايمز 60، يبقى ده 120، يبقى الأول هياخد 120 باوندز، الثاني هياخد 180 باوندز، والتالت هياخد ايه؟ ها 240 باونس. ولو جينا عملنا بلس عشان نتاكد 120 بلس 180 بلس 240، هتلاقي ان الانسر بتاعتك 540 او 0 0 0 2 8 10 و4 14 معناها 1 يبقى 1 1 1 و2 ايكوال 5، يبقى نفس الناتج. يبقى انا كده قسمت المبلغ اللي معايا اللي هو ال 540 على 3 بيرسون 3 اشخاص، بس مش بالتساوي، مش بالتساوي، قسمناهم عليهم بنسبه معينه، النسبه ديت 2 ريشيو 3 ريشيو 4. فطلع النصيب الاولاني 120 والنصيب الثاني ذا شير اوف ذا سكند از 180 اند ذا شير اوف ذا ايه اوف ذا ثيرد از 240 باوندز. ارجو نكون فهمنا يعني ايه بروبورشنال ديفيجن، يعني بنقسم حاجات قد تكون فلوس او قد تكون اراضي، اراضي زراعيه مثلا او كده زي ما بيقسموها في عندنا في الفلاحين، بجيفن ريشيو، تمام يا شباب؟ بنسبه معينه وبنسبه معطى، تمام؟ نشوف
اكزامبل تاني عشان نفهم. طبعا عايز اقول لكم الدرس ده حيوي جدا، يعني الدرس ده مهم جدا ودرس فعلا بنستخدمه في حياتنا جدا، زي ما هنشوف دلوقتي مسائل تبين ده. نشوف السكند كويستشن، بيقول لنا 3 بيرسونز، 3 اشخاص، سيت اب تريد، يعني اسسوا شركه يعني، او اسسوا تجار يعني، اسسوا تجار. كويس كده يا شباب؟ طيب بيقول لي فيرست بيت 64,000 باوندز، سكند بيت 40,000 باوندز، ثيرد بيت 56,000 باوندز. Their trade got profit كسبت was يعني المكسب بتاعها كان 26,000 باوندز. تمام؟ in the end of the year في نهاية السنة find the share of each one، يعني احنا دخلنا تجارة، ثلاثة أشخاص دخلوا تجارة، طبعا دخلوا تجارة يعني عملوا بيزنس مع بعض يعني زي ما الشباب بيعملوا. تمام؟ طبعا شطار، فعشان عايزين يكسبوا كويس. تمام. فكل واحد دفع مبلغ معين. طيب وجاب في اخر السنه كسب المشروع بتاعهم، كسب البروجكت اللي هم عاملينه قام كسب 26 باوندز. عايزين نقسم الفلوس دي، ينفع يعني بالزي ما اقسمهم على 3 كده؟ ينفع اقسمهم على 3 بالتساوي ازاي؟ واحد مشارك بنسبه كبيره 64 والتاني 40 والتاني 56، لا يبقى كل واحد لازم ياخد على قد ما ايه؟ ما دفع. ده المبدا وده العدل بتاع ايه؟ ربنا. يبقى انا هاجي اعمل هنا يا اولاد، هعمل هنا هكتب هنا فيرست بيرسون ريشيو، سكند بيرسون ريشيو، ثيرد بيرسون. طبعا بكتب ان مفيش ريشيو بقى، بس لا بس انا هكتب الفلوس اللي هم دفعوها دي هتعمل لي ريشيو اهو. ها اهو، وهنا ده دفع 56 اهو 1000 باوند. طبعا انا هنا ممكن اقول ايه، ممكن اقول الصم بتاعهم، بس هيبقى ارقام كبير قوي، فلا نعمل سمبليفاي افضل. هنشيل 3 زيروز مع 3 زيروز مع 3 زيروز، هيبقى 64 وهيبقى 40 وهيبقى 56. طبعا ممكن ان احنا ديفايد باي 8، يبقى نعمل سمبليفاي الاول، اعمل سمبليفاي الاول ليه بقى؟ طبعا بعمل سمبليفاي عشان اجيب ريشيو اقدر ايه استخدمها. 64 ديفايد باي 8 ايكوال 8، 40 ديفايد باي 8 ايكوال 5، 56 ديفايد باي 8 ايكوال 6. يبقى انا جبت ريشيو ليهم كله. تمام. المكسب ده بقى اللي طالع ده هنقسمه عليهم. يبقى نعمل ايه يا اولاد؟ ها برافو، هنعمل سم ونعمل هنا نجمع دوت، نعمل بلس 8 و 5 و 7 هيبقى 20، واكتب هنا 26 كده 1000 كده. اعرف كل واحد ال 26 دوت 1000 هيتقسم على كل واحد بالايه؟ حسب ما هو اشترك. فاهم يعني؟ ده الراجل الفيرست دفع مبلغ كبير، يبقى الاجزاء بتاعته 8، 8 اجزاء. طب والسكند دفع اقل واحد، يبقى ياخد اقل اجزاء 5، والثيرد ده دفع ايه؟ ما بينهم هما الاثنين، يبقى ياخد 7 ايه؟ اجزاء. طب نشوف اول حاجه 20 ازاي بقى 26,000 اتعملت تايمز كام؟ طبعا اتعملت تايمز ها 1300. طب عملناها ازاي؟ لو انت معاك الكالكوليتر بتاعتك انت دلوقتي ممكن تعمل 26,000 يا جماعه اهو، وتعملها ديفايد باي مين؟ ديفايد باي 20. ديفايد باي 20 هيطلع لك على طول قيمة الايه؟ قيمة الفاليو، قيمة البارت يعني 1300. يبقى الثمانية بارت دول هنعملهم تايمز 1300. تمام يا شباب؟ هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 10400. هنعمل هنا برضه تايمز 1300 او 1300 يعني. تمام كده يا شباب؟ هيطلع لنا كام؟ 6500. وهنعمل هنا برضو 7 تايمز 1300 يطلع لنا كام؟ 9100. يبقى ده نصيب كل واحد في المكسب ايه؟ بتاعه اهو اهو. تمام يا شباب؟ سهله كده. يبقى ادينا بنحتاج الليسون ده اهو، ادينا عايزين نقسم فلوس على ناس بس بنسبه معينه. نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لك ايه؟
برضه نفس الايه؟ نفس الفكره، بيقول 3 فريندز، ثلاثه اصدقاء، فورم ذا كومباني، كونوا شركه، دخلوا بيزنس مع بعض برضه. فيرست بيد 3 فيفث ذا ثيرد، الاول دفع 3 فيفث الثالث، اند سكند بيد توايس فيرست. خد بالك من احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا في ريشيو بتبقى ووردز كده كلمات، فدي بقى طبعا توايس دي كلمه، فتبقى 2 اوفر 1، الريشيو بتاعتها 2 اوفر 1. ات ذا اند اوف ذا يير توتال لوس، الخساره يا عيني خسروا، هتبقى 2800 باوندز، فايند ايه شير اوف ايتش وان. طبعا زي ما ليك يا حبيبي نصيب او شير في البروفيت، ليك برضه شير في الايه، في اللوس، في الخساره. لما بتكسب بتاخد فلوس، ولما بتخسر برضه لازم بيبقى ليك نصيب فيها، تمام كده؟ انا شايف هنا ايه؟ انا شايف تو ريشوز هنا يا مستر احمد. هي تو ريشوز دي بتفكرك بايه؟ يعني تو ريشوز دي بتفكرني بايه؟ ها؟ حد شاطر يقول لي ايوه، بتفكرني بكومبايننج ريشوز. بتفكرني بكومبايننج ايه؟ ريشوز. ده كلام جميل جدا. يبقى لازم اعمل هنا ايه؟ بكتب برضو فيرست، ممكن اكتب الكلمه بقى، مش لازم اكتب الايه الابريفيشن بتاعها، او اختصار اقول ايه فيرست ريشيو مين، ها ريشيو سكند ريشيو مين ثيرد. طبعا فاكرين انتوا ذا فيرست لاين وي كان رايت ايه ذا فيرست ريشيو 3 تو 5، فيرست لثيرد 3 5، يبقى فيرست 3 وثيرد مين 5. نفتكر الكومبايننج ريشوز مع بعض بقى. طب وفي اللاين الثاني يا مستر هكتب السكند ايه؟ السكند ريشيو كانت هي الايه؟ السكند 2 اوفر 1 فيرست، يبقى السكند هنا 2 اوفر ايه؟ 1 الفيرست. تمام يا شباب؟ من هنا هنعمل كومبايننج ريشوز. طيب اهوت يبقى ديت الكومبليت، هيتوزع هنا زي ما قلنا قبل كده، وال1 ده هيروح هنا، وبقى كان نعمل مالتي بلاي 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز 2 ب 6، 5 تايمز 1 ب 5. كده الحمد لله احنا جبنا ريشيو ما بين الثلاث حاجات. تمام؟ نبدا بقى عايزين نوزع الخساره دي عليهم، برضو الخساره دي تعتبر صم. فهنعمل ده بلس 3 و 6 9 و 5 14 وطبعا 2800. طبعا بالكالكوليتر بتاعتك انت ممكن ومن غير كالكوليتر تشغل دماغنا شويه برضو، ازاي ال 14 becomes 2800 او 2800؟ طبعا انت عارف من قبل كده ان ال 14 لو عمل تايمز 2 هتبقى 28. طب وال 2 زيروز دول نحطهم هنا، يبقى قيمه الايه او الفاليو بتاع البارت 200، يبقى كل مره هعمل multiply by 200 هيبقى هنا 600، يبقى ده الخساره واحد، يبقى خسر ده لوحده الفيرست خسر 600، ودوت تايمز 200 ده خسر 1200 لان هو اكبر اجزاء، وطبعا اللي هو 5 دوت الثيرد خسر 1000 باوند. يبقى حسب مشاركتك، لو انت خلي بالك شاركت مبلغ كبير مكسبك يبقى ياما، تمام كده، وخسارتك كمان لو جت خساره هتبقى ياما برضه، خد بالك يعني انت ياما في المكسب مش بس في المكسب، المكسب والخساره. عشان كده لما بنيجي نخش بيزنس او كده يا جماعه، يعني مش بنشترك باللي معانا كله او مش بنشترك بمبلغ كبير، عشان بنحط في اعتبارنا ان ايه؟ ان ممكن نخسر يعني، فهمتوا يا شباب؟ يبقى طبعا درس فايتل جدا ودرس حيوي جدا وكلنا بنستخدمه، تمام يا شباب؟ نكمل مع بعض. تمام، هنا طبعا يعني برضو بنتكلم هنا في المساله رقم 4، بيقول لي مان دايت، رجل توفى، اند ليفت كابيتال 96000 باوندز، رجل توفى وساب ميراث او تركه 96000 باوندز، ساب 96000 باوندز. هي هاز، هو عنده الراجل اللي توفى ده بقى الله يرحمه، تو بيز اند تو بويز اند تو جيرلز، عنده ولدين وبنتين. وكمان هيز وايف طبعا تيك ايه طبعا 1 اوفر 8، الزوجه حسب شرع الاسلام حسب الدوله بتاخد 1 اوفر 8 اوف هيز كابيتال، بتاخد 1 اوفر 8 من الكابيتال ده.
اند از وي نو زي ما احنا عارفين ذا سام الولد بياخد طبعا توايس اوف ذا ايه اوفر جيرلي بياخد ضعف البنت بياخد قد البنت مرتين تمام. لو البنت اخدت 1000 هو بياخد 2000 دي بقى تقسيمه ربنا تمام ونعم بالله. بيقول لي هنا كالكوليت شير احسب نصيب الوايف هتاخد كام والولد هياخد كام والبنت هتاخد كام. كالكوليت شير اوف وايف اند ايتش بوي اند اي جيرل تمام قوي اهو شفتوا بقى مساله هي حياتيه جدا. مساله الراجل اي اب بيتوفى بيسيب فلوس او مبلغ من المال او ارض او حاجه كده فعايزين نقسم الايه المبلغ من المال دوت بطريقه ايه شرعيه. فاول حاجه بنحسبها يا جماعه هو شير اوف وايف يعني نصيب الزوجه شير اوف ايه اوف هيز وايف هيز وايف يعني زوجته او زوايف يعني. طبعا الزوجه هتاخد 1 اوفر 8 من المبلغ دوت تمام كده يا جماعه. يبقى هتاخد كام بقى هي هنعمل مالتي بلاي 1 اوفر 8 تايمز 96000 هتاخد 12000 هتاخد 12000 جنيه 12000. طب والباقي بقى الباقي هيروح للاولاد يبقى لازم نعرف الباقي يبقى تاني خطوه نجيب ذا ريست الباقي الباقي بقى ايكوال ايه يا اولاد هيبقى ال 96000 دول شيل منهم مين ال 12000 دول هيتبقى لي 84000 باوند. يبقى الولاد بقى البنتين والولدين هياخدوا ال 84. طيب بكتب هنا ايه هما كام ولد ها هما طبعا هنا في طرق بقى في كذا طريقه خلينا نكتب باحلى طريقه بقى احلى طريقه ايه في اتنين بوي وفي اتنين جيرل صح فبكتب هنا بوي لبوي لجير ريشيو ايه جير يعني ولدين وبنتين لو هو ولد واحد اكتب بوي واحد واتنين جير فاهمين لو 3 بويز و5 جيرلز عادي هتكتب بوي 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 و5 جيرلز الجي دي خمس مرات. طبعا الريشيو بتاعت الولد بياخد 2 الولد بياخد 2 اما البنت تاخد ايه؟ جزء واحد فقط. جميل كده؟ دي اسهل طريقه. عند الولد حط 2 وعند البنت تحط ايه؟ 1. والمبلغ ده الصم ده اللي عايزين نقسمه عليهم يبقى هنا في ايه يا اولاد؟ الصم طبعا بنعمل بلس لكل ده كده فبيطلع لنا ايه؟ 2 و2 4 و1 5 و1 يبقى 6 هنا. طبعا دي ريشيو دي. طبعا بيدينا هنا 84000 تمام. طيب عايزين نعرف بقى هنقسم او 6 عامل تايمز كام عشان تبقى 84000. طبعا لو جينا بالكالكوليتر عملنا عشان انت لو مش فاهم ازاي دي بتعمل تايمز اعمل بالكالكوليتر 84000 اقسمها ديفايد باي 6 هيطلع لك الاجابه ايه؟ ها 1 هيطلع 14000 هيطلع 14000 يبقى هنا حضرتك عملنا تايمز 14000 يبقى هنا عشان تجيب الولد بياخد احنا جبنا الوايف خلاص الوايف بتاخد اهو ده مين؟ ده الوايف دي اول اجابه. طب الولد بيعمل ايه؟ هنعمل الولد ده تايمز 14000 فتبقى هتبقى طبعا 28000 وطبعا ده زيه. اما البنت هتاخد ايه؟ ها 1 تايمز 14000 ب 14000 طبعا زي ما احنا شايفين دي زيها طبعا يبقى ده البنت هتاخد 14000 اما الولد 28000 ممكن نكتبها دي كده اهو وهنا نكتبها كده برضو عشان يبقى ايه كله مظبوط اهو كده عرفنا الولد هياخد كام والبنت هتاخد ايه كام تمام يا شباب. يبقى دي من المسائل برضو المهمه للغايه طبعا مهمه جدا. طيب شوف مثال تاني تعالى بقى نفس نحور بقى المسألة شوية يعني بيقول هنا مان ديستريبيوتد رجل قسم 27000 سوري اللي ايه among his three sons واحد هو عايش الحمد لله بس قسم المبلغ ده على ثلاث ولاد وطبعا ما قسموش in an equal way يعني بطريقة ايه in an equal way ما قسموش بطريقة متساوية امال عمل ايه؟ بيقول لنا ايه؟ first took third of the money
يبقى الاول اخد ثيرد اوف ماني، تمام؟ زي كانها هي بتفكرك بايه؟ بتفكرني ايوه يا مستر بالوايف لما اخدت 1 اوفر 8 الكابيتال، صح كده يا شباب؟ تمام. الولد الاولاني هياخد ثيرد المبلغ، يبقى ممكن اقول ايه؟ الفيرست سان، يعني الولد الاولاني هياخد ايه؟ 1 اوفر 3 تايمز 27000، يعني الولد الاولاني هياخد 9000 باوندز، ده كده الولد الاولاني. طيب هنا اند ذا ريست، والباقي، الباقي زي بقى اللي بيفكرني بالايه؟ ها؟ بالباقي بقى بتاع المساله اللي فاتت، يبقى نكتب الريست هنا هيبقى 27000، تشيل منها اللي اخده الولد الاولاني، هيتبقى لي 18000، يبقى ده الباقي اللي هياخده الولد الثاني والثالث. خد بالك الولد الاولاني خلاص اخد دوت، خلاص خلاص اهو، will be divided into the other two sons، اهو المبلغ دوت اللي هو ال 18000 هيتقسم على الاثنين التانيين بنسبه 4 ل 5. calculate your of which one، يبقى انا دلوقتي عندي الثاني وعندي الثالث، خد بالك عندي الثاني وعندي مين؟ الثالث. النسبه ما بينهم كام؟ 4 ريشو 5، والمبلغ اللي اتقسم عليهم كام؟ اهو هو ده المبلغ اللي اتقسم عليهم، يبقى هنا سم، والسم بتاع البارت بتاعته 9 ونقسم عليهم 18000. طبعا التو ازاي بقت 18000؟ اعمل التايمز كام يا حبايبي؟ اعمل التايمز 2000، يبقى كل واحد هيعمل تايمز 2000. هنا ده التاني هياخد 8000 باوندز، وده يعمل تايمز 2000 هياخد 10000 باوندز، يبقى كده واحد اخد 8000 جنيه والتاني اخد 10000 جنيه، يبقى ال 10000 ما اتقسمتش بالتساوي 9 و9، اتقسمت in a certain ratio او in a given ratio بنسبه معينه او معطى، فتبقى 8000، الاول الثاني هياخد 8000 والثالث هياخد 10000. اتفقنا يا شباب؟ نشوف اكزامبل ثاني. طبعا الحمد لله جايب لكم امثله ياما عشان نفهم الدرس كويس جدا بجميع الافكار بتاعته ان شاء الله. طيب هنا مساله يعني تالي ريبيتد متعادة ديستريبيوت 108 among 3 persons، برضو انا هقسم المبلغ دوت الصغنطوط ده على ثلاث اولاد او ثلاث اشخاص بس بنسبه 2 ل 3 ل 4. بكتب هنا فيرست ريشيو، سكند برضو في الاعاده الفائده نقدر نفهم اكتر، برضو ثيرد بكتب هنا 2 ريشيو 3 ريشيو 4، طبعا 108 ده يعتبر سم، وبعمل بلس للنمبرز ديت فهتبقى 9، وهنا بنبقى 108، ونعرف 108 دي عملت ديفايد، طبعا بالكالكتور ممكن اعمل 108 ديفايد باي 9 عشان اعرف ذا فاليو اوف ذا بارت، تمام؟ فطبعا اديني 12، يعني اديني 12، يبقى هنا 9 عملت تايمز 12، يبقى كل بارت يعمل تايمز 12 اهو، يبقى هنا ب 24، يبقى الاولاني هياخد 24 جنيه 24 باوندز، اما الثاني will take 36 باوندز، اما الثيرد will take 48 باوندز. طبعا زي ما احنا ملاحظين ان اللي عنده بارتس اكتر بياخد مبلغ اكتر، واللي عنده اجزاء اقل بياخد مبلغ اقل، واللي هو في النص بياخد مبلغ في النص ما بينهم. كويس. هنا ديستريبيوت ا نمبر اوف اورنجز امونج، يعني بنقسم عدد من البرتقان، يعني بلاش بقى فلوس شويه، عايزين نقسم برتقان وحاجات ثانيه كده، سالي وعبير ونهال ان ذا ريشيو، عايزين نقسم البرتقان بنسبه 7 ل 4 ل 2، اف ذا شير اوف سالي اكسيدز، ايوه دخلنا في الابلكيشن ثاني اهوت، شير اوف عبير ب 18، دي مساله ابلكيشن بس هي مرتبطه بالليسون عشان برضو انا بقسم حاجه معينه على اولاد او بنات برضه بنسبه معينه. يبقى انا هنا لعبه سهله جدا، اكني براجع على الليسون بتاع يونت، الابلكيشن بتاع يونت 1، سالي اهيت، وادي هنا عبير، تمام كده يا شباب، وهنا مين؟ نيال، تمام يا شباب، هنا 7 ل 4 ل 2. هو هنا حد شاطر يقول لي هو مين هياخد اكتر؟ ايوه برافو اللي هو سالي، ليه؟ عشان البارت بتاعها 7،
مش احنا قلنا الريشيو هي هي اواي اوف تو كومبير، هي طريقه للمقارنه. فعلا بقارن من الاجزاء بتاعتي، عرفت مين ياخد اكتر ومين ياخد اقل، بقارن بينهم بشوف مين اكبر ومين اقل. تمام يا شباب، يعني الدنيا كده سهله ومعروفه. جميل جدا. تمام. طيب السوق، لان المبلغ دوت السيدز هنا يعني ايه، هنعمل ماينس، لازم نقرا كويس عشان ما نتلخبطش. طيب يبقى انا هنا في ديفرنس، هنا في ديفرنس، والديفرنس ده ما بين بالظبط سالي وما بين عبير، سالي وعبير، يبقى في ديفرنس هنا، يبقى هنا الاجابه طبعا 7 ماينس 4 ب 3. ال 3 دول بيعملوا 18 اورنجز. تمام كده بقى؟ اهو يبقى 3 ملتبلاي باي طبعا باي 6، يبقى هنا each part multiplied by 6، يبقى هنا طبعا 7 by 6 equal 42. تمام، ده هتاخد 42 اورنج، وده هتعمل تايم 6 هياخد 24 اورنج، وده يعمل تايم 6 هياخد 12 ايه اورنج. طبعا عشان تتاكد من الكلام ده لازم تبقى الفرق بين ال 42 بين عبير وسالي لازم يبقى 18. فعلا لو عملنا 42 ماينس 24، لو عملنا ماينس يبقى ده 12، وده 3 12 ماينس 4 ب 8، وطبعا 3 ماينس 2 بايه؟ ب 8 يبقى ب 1، يبقى الاجابه ايه؟ 18. تمام يا شباب؟ تمام، ركز معايا. طيب هنا طبعا المساله دي يعني هي باينه ان هي كبيره، بس هي مساله جميله يعني برضه فيها تشغيل دماغ شويه. بيقول لك هنا امان اون ابيس اوف ايه؟ اونز ابيس اوف لاند، يعني يمتلك قطعه من الارض. whose area 48 كيلوز، رجل بيمتلك قطعه من الارض حوالي 48 كيلوز. تمام، طبعا تبقى اكيد الارض دي فين؟ في الارياف او في الفلاحين يعني. كويس كده. he recommended that the half of the area، هو وصى، كتب توصيه كده او الوصيه بتاعته، ان half of this area of the area is specialized for building a school. رجل شاطر يعني، رجل كويس عايز يعمل خير، قال لك ايه، نص المساحه ديت مخصصه لمين؟ لبناء مدرسه. تمام كده، كويس. بتفكرني بايه ديت؟ يعني في جمله كده، ايوه الوايف اللي اخذت ايه، الوايف اللي اخذت 1 اوفر 8 الكابيتال، صح ولا لا؟ عشان اخذت جزء معين. وكمان الصن في مساله لما اخذ ثيرد الايه، الماني اللي باباه سابها لهم. تمام، برضه هنا المدرسة هتاخد نص الايه؟ المساحة. كويس. And the other half، والجزء الثاني أو the rest يعني الباقي، is divided among two sons، بيتقسم على ولدين. And his two daughters and two daughters، يعني وبنتين، بيتقسم على ولدين وبنتين. Such that share of boy is twice share of girl، يعني الباقي ده هيتوزع على ولدين وبنتين. كالكوليت شير اوف ايتش اوف ذيم. تمام، اول حاجه بجيب مين؟ بجيب السكول. السكول دي هتاخد قد ايه؟ مش السكول ديت هاف الاريا، يعني هاف اوف 48 يعني ايكوال 24 كيلوز. ده كلام جميل يا مستر. كويس، بنجيب بقى ذا اذر هاف او ذا ريست. طبعا الريست هنا هيبقى ايه؟ الباقي من الارض، هي كانت 48 واحنا خدنا منها 24، فالاجابه 24 كيلو، ده الباقي. جميل جدا. هتوزع على مين حضرتك؟ على البوي والجيرل. عندك 2 بوي فبكتب بوي ريشيو بوي، وعندي 2 جيرل فبكتب جيرل ريشيو جيرل. وطبعا زي ما احنا از وي نو ذا ريشيو اوف بويز 2 اند جيرل 1 اند جيرل ايه 1، وهنا الصم بتاعنا. ده كلام جميل جدا. ماشي يا مستر. بعدين طبعا هنا الصم بتاع البارت 6، ونقسم ال 24 طبعا، ال 6 عملت تايمز 4، يبقى الولد هيعمل تايمز 4 تايمز 4 اهو، يبقى الولد هياخد 8 والتاني 8 تايمز 4، البنت هتاخد 4 كيلوتس والبنت الثانيه تاخد 4 ايه كيلوتس. لو عملنا 8 و8 و4 و4 هنلاقي الاجابه فعلا 24 كيلوتس. يبقى احنا قسمنا يعني مسائل، وعايز اقول لك موضوع غايه في الاهميه. تمام، عشان محدش يضحك عليك، تبقى شاطر وفاهم ازاي بتحسب الحاجات ديت. تمام، يعني لو بابا داخل عامل بيزنس او كده، انت دلوقتي
في جونيور اهو 6 تقدر تقعد معاه وتقدر تحسب الدنيا تمام وتبقى شاطر ويقدر يعتمد عليك ان شاء الله. طيب نكمل. شوف مشكلة الرجل اللي مات ده برضه مسألة تانية، بس بدل تو بويز بقى وتو جيرلز خلينا نغير شوية. يعني هنا a man died and left capital 48,000. الراجل ده غلبان شوية ساب 48 تمام. To be divided among his a wife، فيتقسم ال 48 ده على الوايف وثلاث ولاد واربع بنات، حاجه يعني يعني كتيره. The wife should take twice، طبعا سوري الوايف هنا الوايف يعني سيب الوايف دي هي الصن هنا الصن هنا الصن. الولد طبعا بياخد twice الجير تمام كده، وطبعا الوايف as we know يعني 8 1 over 8. الكلام ده بيبقى انت عارفه، خلي بالك يعني مش لازم اكتبه. الوايف طبعا تيكس بتاخد 1 اوفر 8 كابيتال، الكابيتال ديت تمام يا جماعه تمام. والولد لازم يبقى ضعف البنت يعني كويس. كالكوليت ذا شير اوف ايه وايف اند ايتش جيرل اند بوي. خلاص اول حاجه المساله معروفه، بكتب الوايف الاول. الوايف ب 1 اوفر 8 تايمز 48,000 يبقى الاجابه كام؟ 6,000 باوندز. الايه؟ الوايف الزوجه هتاخد 6,000. بقى كام يجيب ايه يا اولاد؟ ذا ريست الباقي. انت كان معاك 48,000 ونقصت منهم ال 6,000 فتبقى الاجابه 42,000 باوندز، وده اللي هيتقسم على الاولاد والايه؟ ها؟ والبنات. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب عندك كام ولد بقى؟ او بوي، كام بوي؟ 3 بويز، ادي 3 بويز مفيش مشكله خالص. طب والجيرل؟ 4 جيرلز نو بروبلم، ادي 4 جيرلز مفيش مشكله. طبعا تحت البوي بكتب ال 2 اللي هو الريشيو بتاعه او البارت بتاعه، وتحت البنت بنكتب ايه؟ 1 او 1 بارت اهوت، وبهنا في الاخر بنعمل الصم. صم اللي دول كلهم يعني ما تنزعجش من الكلام ده مفيش مشكلة. هنا 2 بلس 2 بلس 2 6، وهنا طبعا ادينا 10 في الآخر. سوري كده نشوف بس نمسح دي كده عشان نكتب اهيت. ادينا هنا يا ولاد 10 وطبعا 42,000. طبعا عملنا تايمز كام؟ عملنا تايمز 4200 صح كده يا شباب؟ يبقى الولد هياخد تايم از 4200، هنا هتبقى 8400 ريشيو 8400، كل ولد هيبقى 8400. اما البنت 4200 والبنت الثانيه خلاص يبقى دي زيها ودي زيها ودي زيها. تمام يا شباب؟ اخر سؤال معانا. يبقى كده جبنا الوايف هتاخد 6000، وجبنا الولد 8400، وجبنا البنت 4200. فاحنا كده خلصنا الحمد لله البروبورشن ديفيجن، ويا رب تكونوا استفدتوا. كان معكم مستر محمد مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.